وفي هذا الشأن أكد الدكتور حسين المير رئيس جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة، أكد خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة أن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية تختلف من مكان إلى آخر حسب نوعية ومساحة وطبيعة العمل. إجراءات الوقاية والأمور الاحترازية الأخرى هي تختلف من مكان لمكان حسب نوعية وطبيعة المكان وحسب مساحة المكان. المكاتب الصغيرة الإجراءات الاحترازية فيها تكون مختلفة عن المكاتب الكبيرة، وهل المكاتب فيها طوابق أم لا، هل في مصاعد أو مصاعد كهربائية تستخدم للتنقل بين المكاتب أم لا، فالإجراءات مختلفة حسب نوعية المكاتب وتصميمها الداخلي. أيضا حسب عدد الأشخاص المتواجدين في اللحظة الواحدة، يعني الإجراءات الاحترازية في المكاتب اللي فيها عدد أقل من 5 أشخاص موافقين على مساحة كافية، غير لما يكون عدد الموظفين أكثر من ذلك في مساحة ضيقة. طبعا الإجراءات تكون مختلفة. مثلا على سبيل المثال الإجراءات في البنك اللي يستقبل مراجعين وفي أجهزة تستخدم للجهاز صراف آلي وغيرها، تكون الإجراءات مختلفة عن المكاتب الداخلية التي لا تستقبل مراجعين من خارج الشركة.